امبارح. ها دكتور نصحصح بقى كده مع بعض، حد يفكرنا، ده احنا اول محاضرة خالص. ده كده الفيدباك يبقى وحش قوي. ها مين يعرف الدكتور؟ قولي تز. نقولها بمر يعني نحورها اكتر. برافو عليك. يبقى الريسيرش الهدف منه ان انا اعمل answering a question، question ده كان raised نتيجة لوجود knowledge gap، فبعمل research عشان اجاوبها. طيب كلام جميل قوي. وقلنا بعديها ازاي نسلكت topic، الستيبس بتاعتنا ازاي اختيار topic وايه الكريتيريا للtopic اللي انا اختاره. والدكتور عيسى بعد كده ادانا محاضرة جميلة على ازاي ابحث على الباب ميد وازاي ابحث على جوجل على scientific paper تساعدني في كتابة الريفيو. وبعد كده اتكلمنا مع الدكتورة هالة الوكيل على الإيثكس والإيثيكال كونسيدريشنز واحنا بنعمل الريسيرش. وجات الدكتورة ريحاب اديتنا محاضرة كوندنسد على الستاتستكس وعلى أنواع الستاديز والميثودولوجي. وبعد كده خدنا levels of evidence. وبعد كده دكتور احمد ورانا ازاي نكتب بروتوكول. النهاردة هناخد جزء تاني عشان نتمم الموضوع اللي هو ازاي اكتب بقى الرسالة او البيبر او الثيسس بتاعتي بطريقة تبقى فيها يعني to minimize المشاكل اللي بنلاقيها في المناقشات او اللي بتلاقيها مع المراجعين، او ما تيجي تكتب بحث المشاكل لما تيجي تبعتها للريفيورز يقروها بيفاجئوا. يعني لو احنا اول مره نبعت بيقول لك لا انت في حاجات يعني بيزك انت مش كاتبها، عدل دي صلح دي، ما ينفعش تكتب كذا في الانترودكشن، ما ينفعش تكتب كذا في الميثودولوجي، ما ينفعش تكتب كذا في الدسكشن. فدي هنعرفه مع الدكتوره دينا ان شاء الله. بعديها ان شاء الله هتبقى في محاضره ازاي نكتب ريفرنسز، ودي دايما الريفرنسز بتبقى مشكله الرسائل ومشكله الابحاث على جميع المستويات. دايما في اكتر من طريقه لكتابه الريفرنس، هيقول لنا الدكتور محمد كمال الطرق ديت ان شاء الله بصوره جميله. بعد كده دكتور رئيسه بدر، لا انا بقى بعد ما خلصنا كله ازاي بقى نبعت الكلام ده انترناشونالي وننشره ازاي انترناشونال، هديكم حاجه اشبه بالورك شوب كده ستيب باي ستيب ازاي نبعت وازاي ننشر وازاي اختار الجورنال بتاعي اللي هنشر فيه وايه التريكس، يعني امتى هو ايه الحاجات اللي بتضايقهم مش عايز يشوفها لما تبعتها له، ايه الاخطاء الكومن اللي بتتعمل. وبعد كده ازاي تحمل البيبر بتاعتك على الانترنت وتبعتها على الالكترونيك اديتوريال مانجر بتاع المجله اللي انت بتبعت لها. بعد كده هناخد محاضرتين تانيين، دكتور خالد عماره هيدينا بقى الكواليس بصفه واحد من الريفيورز في المجلات الدوليه برضو، هيورينا الريفيور بيبص على ايه، عينه بتبقى على ايه، الايديتور بتبقى عينه على ايه، فهيقول لنا برضو حاجه من الكواليس اللي بتحصل في محاضره ازاي بيحصل ريفيو للارتكل. اخر حاجه بقى اللي هو مستوى البروفيشنالز، دكتور اشرف نبهان هيدوكم محاضره ازاي انت نفسك تبص على بيبر تقول البيبر دي كويسه او البيبر دي وحشه، ازاي تو ديتكت البايس اللي موجود في اي بيبر. فالنهارده ان شاء الله هيبقى مور ابلايد، امبارح كانت الفرشه نظر شويه وتقيله والجرعه تقيله شويه، النهارده هيبقى مور فان يعني ان شاء الله، لان هي حاجات من اللي انتوا بتشتغلوها واللي انتوا عايزين تعملوه. نبدا مع الاستاذ دكتورة دينا شوقي، استاذ الطب الطبيعي والتاهيل والروماتيزم في جامعه عين شمس، هتدينا محاضره عن هاو تو رايت يور بيبر بدءا من التايتل الانترودكشن كله. فتفضلي دكتورة دينا. شكرا دكتور اسامه، ولو تحبوا حضراتكم نبدا ولا نستنوا دقيقتين على ما الناس تكتر، مش عارف العدد لسه ولا نبدا المحاضره. Thank you.
السلام عليكم الاول، ازيكم؟ هوب امبارح كان يوم لطيف، وان شاء الله النهارده يبقى برضو يوم برودكتيف وممتع ان شاء الله. النهارده موضوعنا هيبقى هاو تو رايت ان ارتكل. رايتنج ان ارتكل هو ما يطلق عليه المانوسكريبت رايتنج. الهدف بتاع المحاضره النهارده هيبقى تو اكواير نيدد نوليدج سكيل اند اتيتيود ان اوردر تو رايت ا مانوسكريبت فور ا ريسيرش بيبر. كلمة مانوسكريبت خلينا نحاول نتعود عليها. يعني ايه مانوسكريبت؟ هو بعد ما حضرتك خلصت الشغل والنتائج بتاعتك جنبك وهتبتدي تكتب بقى الكتابة دي، البرودكت اللي هيطلع ده اسمه مانوسكريبت، عشان بعد كده فيز 2 لما نبتدي نحمل اونلاين نبتدي نتعود على كلمة مانوسكريبت. هيقول لحضرتك upload the manuscript, description of your manuscript, so on and so forth. فالكلمة دي خلينا نتعود عليها. When a young scientist asked Faraday, Faraday ده عالم كيمست وفيزيست كبير قوي، قال له ايه السيكريت بتاع نجاحك؟ قال له the secret is to compromise in three words: work, finish and publish. يعني work لوحدها مش نجاح. Work, finish and published. What's not published is not done. سواء بقى كانت رسالة، كان بحث، كان ما شئتم، اي حاجة خلصناها مهما كانت قيمتها لغاية ما تنشر هذه القيمة محكومة جوه الأشخاص اللي عملوها. بعد نشرها يثبت حقها للشخص ده زي براءة اختراع، والنقطة الثانية تفتح للمناقشة والناس تقدر تقول إنها حلوة أو وحشة وتبني عليها في حال ما إذا كانت عمل قيم فعل. فلغاية ما ننتهي عند نهاية الببليشنج هذا العمل لم يتم. والمانوسكريبت رايتنج مهم جدا بقدر أهمية الشغل نفسه اللي احنا عملناه، وممكن لو ما اتكتبتش صح شغل كويس جدا وانا افقده في مرحلة الكتابة وانا افقد قيمته في مرحلة الكتابة، والعكس صحيح، عمل معقول مش وحش ونكتبه كويس جدا يبقى بريزنت صح، فرص ان هو يبقى accepted internationally زي ما دكتور اسامة هيقول لحضراتكم بتعلى كتير قوي لو مكتوب صح. ايه الكومبوننتس اوف ا بيبر؟ يعني هنيجي نكتب، هنكتب ايه؟ ايه اللي احنا بنكتبه بقى؟ اول حاجة بنكتبها هي التايتل، تحتها على طول بتبقى الاوثرز، والاوثرز بيبقى مكتوب الافيليشن بتاعهم. وكلمه افيليشن برضو كلمه جديده، خلينا نحاول نفهم افيليتد يعني وقت ما نشر واشتغل كان هو حاليا تابع لايه. فممكن حضرتك تبقى خريج القصر العيني ولكن حاليا بتعمل في جامعه الملك عبد العزيز، وقت ما اتميت الشغل ونشرته حضرتك على قوه هذه الجامعه، جامعه الملك عبد العزيز، يبقى هو ده الافيليشن بتاعك. لو حضرتك دلوقتي بتشتغل في الجامعة بتاعتك يبقى هو ده الافليشن بتاعك. بعدها بنحط الكونتاكت اللي هو ازاي يوصلوا لنا. واحد بس من الاوثرز هو اللي بيحط الكونتاكت، بيبقى اسمه الكورسبوندينج اوثر. وراها على طول الابستراكت، وهنتكلم على كل حاجة من دول ان ديتيل، ايه اللي فيها مختلف وايه البرود لاينز بتاعتها، والكي ووردز انترودكشن او ما يطلق عليه ليترشر ريفيو، الايم والميثودز او الاكسبيرمنتال بروسيجر او الداتا بروسيسنج. وبعدين في لكتشر 2 هنتكلم على الريزلتس والديسكشن والكونكلوجنز ريكومنديشنز اند ليميتيشنز. ريفرنسز لها محاضره لوحدها فمش هنتكلم عليها. اكنولجمنتس هنعدي عليها بسرعه، وايه هو حاجه اسمها الكونفليكت اوف انترست هتسموها هنتكلم عليها في السكند لكتشر. في جنرال رولز فور تكنيكال اند ساينتفك رايتنج. رايتنج بتاعنا في الطب اسمه ساينتفك رايتنج، والببلشنج فيه اسمه ساينتفك ببلشنج. ليه جنرال رولز؟ اول رول خلي رايتنج بتاعتك كلير كونسايس اند كوركت. كلير يعني واضحه، كونسايس اند تو ذا بوينت مختصره، كوركت يعني خليها امينه قدر الاستطاعه. نو يور اودينس مهمه قوي. يعني ايه نو يور اودينس؟ يعني انا اول ما اجي انشر ببقى عارف ايه الهدف من النشر بتاعي. انا هدفي من النشر ان الناس تقرا، وليس هدفي من النشر استعراض قدرتي على الكتابه او قدرتي على الاداء العلمي. الهدف منه ان التارجت بتاعي اللي هو الاودينس يقرا. طب انا عايزه يقرا ليه؟ عايزه يقرا علشان مبدئيا يعرف انا عملت ايه، عشان يقدر يعمل له كريتيسيزم ويقول لي رايه فيه، علشان حاجه اسمها السايتيشن اندكس بتاعي، ان كل ما الناس هتقرا لي هتقتنع بالعمل بتاعي هتستخدمني كريفرنس بيعلى السايتيشن اندكس بتاعي انا اللي هو اسمه الاتش اندكس بتاعي انا. فانا محتاج ان الناس تقرا لي. فخلوا الثيم ده هو الثيم اللي ماشي معانا واحنا بنتكلم على طول. انا بكتب علشان افهم الناس شغلي، لان هدفي انهم بعد كده يقروا لي.
لأنه لما هيقرالي وهيقتنع بالكواليتي بتاعت الشغل التي لا جدال عليها طبعا، هيبتدي بعد كده يعمل لي ريفرنسنج، يعلى السيتيشن اندكس بتاعي، لما اجي بعد كده خاطب مجلات او اروح مؤتمرات بسهوله جدا الناس تقبلني، ما يبقاش في مشكله. If it can be interpreted in more than one way it's wrong. يعني الكلام الذي يحتمل معنيين ملوش اي مجال في الكتابه الساينتفك. ممكن يبقى حاجة كويسة في الكتابة الليتراري اللي هو الكتابة بتاعت القصص أو المقالات اللي بتتحط في الجرايد أو كده، إنما في العلم الكلمة التي تحتمل معنيين ما نحطهاش من الأول. طيب جيب برود لاينز، تعالوا ندخل بقى في حاجة حاجة من الكلام بتاعنا. أول حاجة التايتل. التايتل إز مسج، رسالة. طب أنا بحط الرسالة ليه؟ علشان أنا عايز الناس تعرف جلوبالي كده الموضوع اللي أنا هتكلم عليه هو إيه، علشان اول فلتريشن ليهم هم بيفروا الكونتنتس بتاعه المجله يقدر يقول دي في تخصصه ولا مش في تخصصه، حوالين اللي هو انترستد فيه ولا لا، لانها لو هو حوالين اللي هو انترستد فيه هيبتدي بعد كده يقراها. فانا عايزها رساله تشد الناس وتفهمهم موضوع الكلام ايه. هي بتبقى في حدود من 10 ل 20 كلمه. الكي از تو انكلود ا فيرب، يستحسن ان هي يبقى فيها فيرب، يبقى فيها رساله واضحه. والتايتلز دونت نورمالي انكلود لا ارقام إلا لو مضطرين، لأن هو علامة حاجة أو اسم شيء معين. و does not include contractions. Contractions يعني abbreviations زي can't و don't والحاجات دي، لما نحب نكتبهم لو اضطرينا لازم نكتبها full word، cannot أو do not، ما فيهاش اختصارات. الabbreviations اللي هي مثلا جهاز بتستخدموه، أي جهاز جوه معمل مثلا وليه abbreviation معين، ما نحطوش بالabbreviation في التايتل، ممكن جوه لكن في التايتل بتكتب اسمه كله. والpunctuation يستحسن ما يبقاش موجود. punctuation هو الكاما، النقطة، النقطتين فوق بعض، علامة الاستفهام. بس مش ساعات بنشوفهم؟ مش أحيانا بتقروا في titles بيبقوا موجودين؟ أحيانا بيبقوا موجودين، لكن الصح by the book إن إحنا ما نحطهمش. لكن مش كل المجلات هتلاقوها committing لكل الكلام اللي إحنا بنقوله، لكن إحنا لازم نقول الصح. لكن حسب الدجري بتاعت المجلة في مدى اهتمامها بالreviewing process اللي هتتكلموا عليه مع دكتور أسامة ودكتور خالد، هتعرفوا بعد كده ان مش كل المجالات لها نفس الستاندرد. فاحنا هنقول الصح قوي، ممكن تلاقوا ناس مختلفه معاه شويه بس احنا هنقول الصح. Make your title specific enough to describe the contents of the paper but not so technical that only specialists will understand. نفس المسج، احنا عايزين الناس تقرا. الكلام ده ممكن يبقى متغير في حاله واحده، لو المجله دي متخصصه جدا، حاجة زي الإيمينولوجي مثلا. الإيمينولوجي terms فيها بتبقى very scientific very technical، بتكلم على immune regulators وحاجات كده very specific. الحاجات دي لو المجلة نفسها إيمينولوجي ممكن نستخدمها كده، لكن لو هنشره في مجلة مش إيمينولوجي، مجلة مثلا زي science، مجلة زي أي حاجة عامة شوية، American journal أو مثلا bioscience أو حاجة أوسع شوية من الإيمينولوجي، أخلي title بتاعي basic. لو هي تارجت ان كل الريدرز بتوعي هيبقوا immunologists يعني ناس فاهمه خالص في الايمينولوجي، ممكن استخدم تعبيرات تكنيكال شويه اكتر. The title should be appropriate for the intended audience، الناس اللي انا قصدهم بيها. It should tell your audience whether or not they should read your paper. Whenever possible use a declarative rather than a neutral title. Declarative يعني ايه؟ ايه الكلام الغريب ده؟ خلينا نشوف ده تايتل لبيبر، هسيب حضراتكم 30 ثانيه كده تقروه وتقولوا لي فهمتوا منه ايه. دي بيبر حقيقيه على فكره. حد يقول لي فهم منه ايه؟ او ما فهمش منه ايه؟ ده تايتل، ده تايتل يا دكتور اسامه. ايه رايكم، ينفع تايتل؟ ينفع؟ ما ينفعش ليه؟ مش مفهوم. وايه ده؟ ده مش مفهوم لينا احنا كمان، خلي بالكم مش مفهوم لينا احنا. ها طويل قوي. وايه كمان؟ في punctuation. وايه كمان؟ ما فيهوش verb، احنا مش عارفين في ايه، ده مليان حاجات. في تكرار، في حاجات كتير عمالها تتقال تاني. زي ما الدكتور اسامه قال، هو ده abstract، هو ده abstract ولا title؟ طب سؤال، هو اللي كتبه ده ما كانش فاهمه؟ كان فاهمه جدا، وهي دي المشكله، ان هو كان بحث في الموضوع لدرجه ان هو متمكن منه جدا، فلما جه كتب كتب بالانطباع بتاعه هو، ما خدش باله ان التارجت بتاعه مش عرض علمه، التارجت بتاعه هو attracting the eye of the audience. وادي الاودينس ومش اي اودينس،
ومش قادرين يفهموا عايز يقول ايه، مش كده؟ خلينا نسيمبليفايد شويه ونقول a model for predicting the visual demand of airplane information systems. ايه رايكم؟ ده اللي في بطن الشاعر، ده كده جوه الكلام. هو اللي حصل ان هو حط حته من الايم على حته من الميثودولوجي وبعدين سماهم تايتل وركبهم على بعض. احنا مش محتاجين ده، احنا محتاجين كلام كونسايز يوصل رساله يلم الموضوع ويشد العينين علشان تقرا، علشان احنا محتاجين ان الناس تقرا لنا. وخلي الكونسيبت ده في دماغنا، احنا محتاجين ان الناس تقرا لنا. خلي بالكم ان معظم المجلات دلوقتي المسؤوله عنها، يعني في حدود 50% من المجلات مسؤول عنها شركات، والشركات دي شركات سعيه للربح، ربحها بيجي من الاشتراكات بتاعت الناس اللي عايزه تقرا. فهو من مصلحته ما ينشرلكش غير لو الماده اللي بتحطها بتشد عين الناس عشان تقرا. فكل ما احنا نلعبك الدنيا في التايتل ونخلي الناس ما تقرالناش الكلام، كل ما بنقلل فرصنا في ان تتقبل بعد كده الارتكل دي. طيب تعالوا نشوف تايتل تاني. In a paper reporting an experiment involving giving mice ran excessive caffeine and watching for side effects. ده اللي احنا عملناه، جبنا فران تمام وادينا لهم كافيين زياده وقلنا هنشوف ايه السايد افكتس بتاعته. ممكن نقولها ايه؟ نسميها ماوس بيهيفير، تمشي ما تمشيش. ليه ما تمشيش؟ تو جنر. وايه كمان؟ مش ساينتفك. ما ممكن بيهيفير بتاعهم يبقى اي حاجه، يتخانقوا مع بعض، بينام قد ايه، بيصحى قد ايه، بيمشي قد ايه، صح؟ وايه كمان؟ هل هو عبر عن اللي انا قسته؟ ما عبرش عن اللي انا قسته. اوكي، يبقى ده عيب. طيب تعالوا نفكر في باتر تايتل. احنا هنحط واحد بس، انا عايزاكم الاول تاخدوا 30 ثانيه كده تفكروا لنا باتر تايتل. كل واحد بينه وبين نفسه كده يفكر في واحد ويكتبه بالقلم، ولما تشوفوا اللي احنا هنحطه قارنوا اللي احنا هنحطه باللي انتوا حطيتوه، ولو عندكم احسن من اللي احنا هنحطه يبقى احسن. 30 ثانيه فكروا نوصفها ازاي، نحط التايتل ازاي. 10 ل 20 كلمه فيها فيرب لها اتجاه، بتقول معنى، بتعبر عن بالظبط اللي احنا قسناه. كتبتوا؟ نشوف بقى احنا حاطين ايه. The effects of excessive caffeine on behavior in mice. ايه رايكم؟ احسن؟ قريب من اللي انتوا كتبتوه؟ قريب قوي. ده اللي انتوا هتلاحظوه، ان التايتل الكويس هتلاقوا معظم الناس متفقه عليه، ما فيهوش مشكله ما دام كلنا عندنا نفس الفهم للاكسبيرمنت، هنكتب تايتلز كويسه وقريبه من بعض. شكرا شكرا دكتور اسامه. excessive caffeine causes tremors and tachycardia in mice. ايه رايكم؟ even further، انا عملت زومينج واديته لمحه على النتائج، عشان لو ده في اتجاه علمه، لو هو ده الحاجه اللي هو بيدور عليها اللي بيدرسها، لو السي ان اس سايد افكتس هي دي المجال اللي هو ليه علاقه بيه قوي، هيبقى انترستد في التايتل التاني ده. فهي ستيجز، ده اوف مارك خالص، ده غلط خالص، ده كويس مش وحش معقول، ده ينفع قوي لو كانت دي مجله جنرال، مجله مش متخصصه. لو بنتكلم على مجله متخصصه بتتكلم في السبورت ميديسن، بتتكلم في النيوتريشن، بتتكلم في السي ان اس، بتتكلم في الفارماكولوجي، في الكلينيكال فارماكولوجي، يبقى التايتل نمبر 3 هو اللي احسن. لكن بين الاثنين دول ما نقدرش نقول ان الاثنين غلط، هما رؤيتين مختلفتين، فيهم واحد احسن من الثاني بس الاثنين صح، لكن اللي فوق ده غلط. اوكي، في حاجه اسمها الرانينج تايتل. يعني ايه الرانينج تايتل؟ حد فيكم قرا بيبر في مجله؟ كم حد قرا بيبر في مجله؟ الصفحه الاولانيه بيبقى عليها تايتل، الصفحه الثانيه من فوق بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها ايه دكتور؟ بيبقى فيها عنوان، العنوان كله حتة صغيرة كده مش كده؟ بالظبط، هو اختصار للعنوان، بيتحط في الصفحات اللي ان بتوين وبيتحط فوق. طب انا اعرفه ازاي؟ ارجع للتايتل بتاعي واطلع منه ثلاث او اربع كلمات مهمة واحاول اوصل بينهم. فلو رجعنا اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده، نيجي مثلا هنا effects of excessive caffeine on behavior in mice، نعمل ايه؟ نحط مثلا excessive caffeine in mice، ثلاث أو أربع كلمات هتبقى هي دي running title بعد كده. أوكي، ممكن نختلف عليها، ممكن حد يقول مثلا excessive caffeine on behavior أو side effects of excessive caffeine، مش مشكلة، المهم إنها تعمل leading للtitle اللي أنا حطه، وما يبقاش فيها فكرة جديدة، يعني مش هقدم فكرة جديدة في running title، هما ثلاث أربع كلمات basically هما الكيوردز بتوع الارتكل بتاعتي
ممسوكين في فريز، مش جملة جملة، في فريز ومحطوطة فوق في الصفحات اللي هي بعد أول تايتل. لا يا فندم، مفيش contraction ولا abbreviation of through. أنا بس هستسمع حضراتكم نخلي الأسئلة في الآخر، لأن احنا هنعمل زي بريك كده بين التو lectures، وهنوقف الأول نرجع لأسئلة part 1. أوكي؟ كل الأسئلة اللي في دماغكم اكتبوها وهنوقف عندها. بعد التايتل فاكرين احنا كنا بيبقى بعد التايتل في ايه؟ authors. كويس قوي. who comes where؟ مين هيتكتب author ومين هيتكتب الأول؟ مين يتكتب author؟ طيب الأول نتفق مين أصلا هنحط أوثر؟ مش بيبقى البيبر عليه واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة؟ مين اللي هنحطه؟ أي حد اشتغل فيها ليه حق الأوثر شيب، ونتعود على الكلمة دي برضو، أوثر شيب، اللي هي حق أن يكون منشئ للعمل أو مؤلف لهذا العمل. مع العلم احنا ما عندناش تأليف قوي يعني، بس اللي هو هي هو أونر لهذا العمل. الأونر شيب أو الأوثر شيب حق لكل من عمل فيه. طيب هما كتير، خمسة أو ستة، مين نحطه الأول؟ أكتر واحد اشتغل. أي فوت تاني؟ تيم ليدر. صاحب الفكرة. سينيور. سينيور ها؟ أي إمبوت تاني؟ صديقة. في مصر سينيور. إحنا هنقول الصح بغض النظر. أي تاني؟ حد أي فوت تاني؟ طيب خلينا نقول باي ذا بوك. كل شوية نقول باي ذا بوك، باي ذا بوك يعني الصح. الصح ان هو صاحب الفكرة، لان اغلى ما في اي عمل هو الفكرة. تمام؟ هتلاقوا دايما مرتبات بره مرتبطة بقد ايه بيفكر، مش قد ايه بيشتغل. كل ما نعلى انتلكتشولي كل ما ناخد كريدت اكتر. الصح ان هو يكون صاحب الفكرة، لكن ولا طرح من اللي حضراتكم طرحتوه غلط. الناس هتتفق على ايه تحطه. نفترض ان عند حضراتكم حد اوثر معروف وبيتقدم له شغل كتير ونشر قبل كده كتير، وانا لسه حد بجربه اول مره، ويعني اهو مش عارف هتمشي الدنيا معايا ولا مش هتمشي. ممكن احط اسمه الاول، لاني عارف ان الريفيور لما هيلاقي اسمه هيحس ان العمل ده نفس الكواليتي اللي اتقدمت قبل كده، فانا هسبق اسمه. ممكن من باب الاحترام والاجلال سينيورتي، وانا شايف ان هو يتحط الاول. ممكن اللي شال شغل اكتر الناس تقول، حتى لو هو مثلا الموست جونيور رساله مثلا وهو الطالب العمل كل شغله، ممكن السينيور صاف يقول لا انا هخلي الصغير هو اللي يتحط الاول، مشرف عليه يقول لا هو الصغير يتحط الاول. اي اتفاق الناس هترتضي ما فيهوش مشكله، انما صح صح هو صاحب الفكر. طب ليه بنقول الناس ترتضي؟ لان حضرتك وحضرتك بعد كده زي ما هتشوفوا البروسيجر بتاع النشر لازم تثبت ان كل الناس موافقه على كل الكونتنت اللي حضرتك حطيتها. جزء منها هو ترتيب الاوثرز. شكلك وحش قوي 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 بقى لو حطيتها بترتيب معين وبعد حد يقول لهم انا اسف انا ما سالتش او انا مش موافق. تمام؟ الاتفاق ده يبقى امتى؟ قبل ما نبدا، عشان ما نشتركش واحنا جايين ننشر. بدري قوي نتفق على مين هيجي قبل مين. مهم قوي في الاوثرشيب الكونسيستنسي. يعني ايه الكونسيستنسي؟ يعني انا بكتب اسمي دينا، دينا دي بتكتب بخمس ست طرق، دي اي اي دي اي ان اي دي واي، زي ما انتم عايزين. لازم لما انشر اكتبها بنفس الطريقه كل مره من اول مره تنشر فيها. فاكرين لما قلنا ان في حاجه اسمها سايتيشن اندكس، قد ايه الناس عملت لي ريفرنسنج؟ ده بيطلع باسمي. لو انا اسمي كل مره بسبيلنج مختلف كل مره هيطلع لحد مختلف. فلو انا شرط ست بيبرز ثلاثه باسمه وثلاثه بسبيلنج مختلف لاسمي، هيطلعوا ثلاثه لواحد وثلاثه لحد تاني، ومش هينفع اثبت ان هما الاثنين انا. خلي بالكم الناس اللي اسمها في عبد الرحمن مثلا، عبد اي ال ولا اي ال، وفي سبيس ولا مفيش، في داش ولا مفيش. اوكي ثبتوها ايا كانت ما تفرقش اي حاجه، المهم تتثبت من دي وان نشر لغايه اخر الكارير بتاعك ان شاء الله. بتفرق كمان في ايه؟ كان ملحق الثقافي بتاع السفاره البريطانيه كان مره معانا في تريننج وقال لنا حاجه لطيفه جدا، قال لنا ان لما حضرتك بتنشر بيبر قويه ومحترمه بيبعتوا لحضرتك دعوه الكونفرنس بره في اوروبا مثلا. الدعوه دي بتطلع بفيزا، الفيزا بيبقى مكتوب عليها اسم الاوثر اللي موجود في البيبر بالسبيلنج بتاعه. حذاري بقى ده ما يبقاش اسم الباسبور، هتقف في المطار يقول لك معلش ده مش ده. الفيزا طالعه لواحد واللي كتب البيبر واحد تاني. فخلوا السبيلنج بتاع يور انجلش نيم ذا سيم في كل الاوقات في كل الرايتنجز بتاعتكم.
واذا كنت خلاص نشرت خلاص اعتمد على اللي موجود بقى، تحاولش ضايع، ما بتفرقش كتير. طيب ايه الابستراكت؟ ابستراكت يعني سمري، يعني اختصار، مفروض يقول ايه الاوبجكتيفز، يعني الايم بتاعنا كان ايه، يتكلم على الميثودز اللي احنا استخدمناها باختصار، يسمرايز المين ريزلتس وينتهي بكونكلوجن. تمام، ده اسمه ايه؟ ابستراكت. ده اللي بيتحط في البيبر بعد التايتل والاوثر، يتحط على طول الابستراكت. Abstract should not include، ما بنحطش فيه lengthy background. background اللي هي review أو introduction، ما بتبقاش عادة موجودة خالص، لو موجودة بتبقى قصيرة وصغيرة مش كبيرة. references ما بتتحطش فيه خالص. abbreviations أو مرة استخدمها ما حطهاش كabbreviation، أحطها ككلام واضح. illustration أو figure أو table ما تتحطش أبدا في الأبستراكت. ولا reference to them، يعني ما أقولش في الأبستراكت مثلا as shown in table كذا خالص. الابستراكت ده بقيه الاعلان، فاكرين التايتل لما قلنا ان هو بيخلي الناس تقرا واعلان، بقيه الاعلان هو الابستراكت. احيانا الناس ما بتفرش غير التايتل والابستراكت، وافاجئكم كمان حتى الريفيور ساعات بيعمل كده، يبص على التايتل والابستراكت لو ما عجبتوش ما بيكملش ما بيقراش. فاحنا محتاجين انها تبقى كونسايس وموصله الرساله كلها منتهى الوضوح، ما فيهاش اي لبس. ستدي ذا انستراكشنز اللي موجوده في كل جورنال عشان لما تكتب الابستراكت تكتبه صح. لو قال 300 كلمة يعني 300 كلمة، لو هما 300، لو قال لك your abstract should be 300 هو يقصد 300، ممكن تقلل بس ما ينفعش تزود. طب لو زودت هيعمل معاك ايه؟ حاجة من اتنين، يا اما يرجعها لك ويقول لك re-edit اعملها لي تاني، ولو كان شرير شوية هيشيل هو من عنده، يعني هيجي يعد 300، عندك 312 ل12 كلمة اللي بعد كده هيشيلهم هو. طب افرض شال conclusion، باظ الاعلان بتاعك مش كده؟ ملوش دعوة، بسموها ترانكيشن. خلي برضو الكلمة دي في يعني متعودين عليه، يقول لك it has been truncated، we have truncated part of your abstract، it was too long. فلما يقول 300 يبقى هي 300. طب انا اعرف ازاي انها 300؟ لو عندك 2003 في التولز word count، تهايلايت الحتة دي وتقول له word count، هيروح قايل لك هي قد ايه. لو عندك 2007 بتهايلايت المكان كله، الحتة كلها الابستراكت، وتبص تحت هتلاقي كاتب عدد الكلمات سلاش على عدد كل الكلمات بتاعت الدوكيومنت. خلاص، وستيك تو ذا نمبر او اقل حاجه بسيطه. في نوعين من الابستراكت، في ستراكتشرد وفي نون ستراكتشرد او كونفنشنال. ايه الفرق بينهم؟ كونفنشنال في كل الحاجات اللي احنا قلناها، فاكرين لما قلنا في اوبجكتيفز، في ميثودولوجي، في ريزلتس وسطرين كونكلوجن، حطيتهم كلهم كباراجراف. ستراكتشرد يعني قبل كل واحده في سب تايتل صغير كده وبعدين يحطها، عادة بيكتب في الباست تنس على أساس إن الشغل ده أوريدي اتقد. بعد الأبستراكت في الانترودكشن، بتمشي زي الهرم المقلوب كده، أوسع حتة فيها هي البرود انفورميشن على التوبيك اللي حضرتك اخترته، وراه على طول الناس التانية قالت إيه، وبعدين أنا ليه محتاج أشتغل فيه تاني، وتنتهي بالإيم بتاعي. تمام، هو ده التسلسل اللي المفروض يبقى موجود في الانترودكشن. انترودكشن must answer questions الفلانية، أحط الأسئلة دي وبعدين ابتدي ادور في الليتريتشر على الاجابات بتاعتها. اول سؤال what was I studying، هو انا بتكلم في ايه. هيا نرجع للنموذج اللي احنا اتكلمنا عليه بتاع الفران ده. لو انا بتكلم على السؤال الواسع هيبقى ايه السؤال الواسع بتاعي؟ كافيين الاول مش كده، اوسع حاجه في الموضوع ايه؟ الكافيين، effects وسايد effects، صح كده؟ يبقى ده اول حته اللي هي الواسعه. why is it important، هبتدي اتكلم على ايه؟ significance of excessive caffeine، هل بدأت الناس تزيد في استهلاكها ليه مثلا؟ هل ابتدينا نلاقي side effects؟ هل بدأت تبقى حاجة ناس متعودة عليها بزيادة؟ دخل في حاجة زي الaddiction كده؟ فالموضوع بقى مهم، صح؟ أخش بعدها على السؤال اللي بعده، how will the study advance our knowledge؟ what did we know about it before I did the study؟ إيه اللي احنا عارفينه عن الموضوع ده من قبل كده؟ ابتدي استعرض كل نتائج الناس اللي من قبل كده، كل اللي درسوا الموضوع قبلي لقوا فيه ايه؟ 1 2 3 4، وكل واحد حط الريفرنس بتاعه. How will the study advance our knowledge؟ اللي أنا بعمله بقى مختلف في إيه؟ لأ أنا حدي جرعات ما حدش اداها قبل كده، أو أنا حدي concentrated caffeine مش حدي قهوة قهوة زي ما الناس كانت بتعمل في studies، أو أي فرق تاني. هبتدي أتكلم على الجزء ده مهم ليه، وأنتهي بالإيم بتاعي. الإيم بتاعي هو إيه؟ عادة الانترودكشن بتبقى في حدود من 300 ل 500 كلمة. كلمنا على الإيم، هو الإيم بيتحط فين؟ فين؟ في آخر الانترودكشن. ممكن نكتب عليه ايه وممكن ما نكتبش حسب شكل البيبر دي. في الرسائل لازم بيتكتب ان هو ايه وبيتحط له في الاول حته لوحده، مهم، حاجه انتيتي مهمه جدا. ايه اهميه الايه؟
ليه مهم؟ طب انا اشتغل واشوف النتائج هتمشي ازاي. عشان اعرف انا بدور على ايه وعشان ايه كمان وبتوهش وايه كمان. ثانك يو فيري ماتش. عشان الكونكلوجن بتاعي هيرد عليه. لو انا مش واضح في الايم بتاعي وسبيسيفيك لما اجي اكتب الكونكلوجن بتاعي مش هعرف اكتبه صح. الكونكلوجن فيري بيزيكلي هي اجابه الايه. ايه قال ايه وانا رديت عليه ازاي. مهم جدا الايه في الاول. It has to be clear ويبين البيربس الهدف اللي احنا هنشتغل منه او الهايبوثيسز النظريه اللي انا عايزه اتاكد اذا كانت صح ولا غلط. نقول example. The purpose of this study was to كذا 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 كذا. Or we investigated three possible mechanisms to explain كذا وكذا. بيتحط near the end of the introduction وعادة بيبقى topic sentence. امتى يبقى عندي inappropriate content في paper؟ في الجزء الاولاني بالذات. لو انا بعمل اكتر من one point. لو لقيت الام بتاعك قسم واحد واثنين وثلاثة واربعة في حاجة غلط. على مستوى البيبر في حاجة غلط. على مستوى الرسالة في حاجة صح بالنسبة للإسم. بس هو الصح إن الريسيرش يانسر one question بالكتير اثنين related questions never ثلاث أربع points منفصلين يعتبروها unclear thinking. يعني أنا مش عارف أنا رايح فين. المفروض إن أنا من الأول محدد وعارف أنا رايح فين. فأول ما تيجي تكتب الإيم تلاقي إنك مش قادر تصيغه في جملة أو في جملتين يبقى أرجع تاني فكر أنت عايز تشتغل إيه وليه. يبقى الدنيا كده تشعبت زيادة عن اللزوم مش هتطلع نتائج واضحة. عشان كده رسائلنا كتير قوي بتفك 6 و 7 بيبرز. يعني احنا بنبقى حشينا حاجات مليينها ايديز. الحاجة التانية خلي بالكم ان الدايفيرس بوينتس في الام دي ممكن تخلي ماتيريال زيادة حاجات كتير قوي انا عمال احطها. ما انا بخدم على ام اصلا هو واسع زيادة. تو ماتش سبيكيليشن يعني اراء زيادة عن اللزوم وجهات نظر زيادة عن اللزوم. العلم ما فيهوش وجهات نظر قوي غير في حتة واحدة بس من البيبر هي الديسكشن وفي حتة معينة فيها. غير كده ما فيهوش وجهات نظر كتير. لازم يبقى دايما في علم ساند اللي انا بقوله. تو وورد يعني كلام كتير يعني عايز اعبر عن معنى فبصيغ وصياغات. فاكرين التايتل اللي احنا شفناه ده تو وورد كلام كتير رغي كتير. مش مفروض العلم يبقى فيه رغي كتير. ريدندنت برضو دي كلمه مهمه قوي. ريدندنت يعني مبهوى. بالظبط بالظبط مبهوى. يعني كلام كتير عشان مسج واحدة. معاني كتير عشان أوصل مسج واحدة في الآخر. Keep in mind your first production is always a rough draft. يعني الحقيقة بتشتغل وده عادة بيبقى rough draft. لغاية ما هنخلص هيبقى rough draft. نخش على materials and methods. بيبقى فيها instructions of how to repeat the experiment. نحط فيها ايه؟ subjects بتوعنا أو patients. ليه subjects مش دايما بيبقوا عيانين. ساعات بتعمل surveys على ناس طبيعيين عاديين ما عندهمش مشكلة. او لو كان عندنا اكسبيرمنتال انيمال برضو هنوصفه هنقول هو ايه نوك اوت مثلا شايلين منه جين معين حاطين عليه جين معين عاملين له اكسكلوجن مغيرين في حاجه لازم نوصفها بالتفصيل بتاعها. سامبل بريبريشن تكنيك بس حابيني مثلا سامبل ولا بعمل ارتيريال سامبل بجمع قد ايه ما بجمعش قد ايه يورين بريث ايا كان السامبل بتاعتي ايه. والسامبل اوريجين ده جاي منين من انهي مثلا الصبح اليورين اوف ذا مورنينج مثلا بلاد مثلا بعد حاجة معينة بعد ما عمل مثلا دياليسيس. يعني لازم احط بالضبط كل التفاصيل. لو فيلد سايت ديسكريبشن لو هعمل كويستشنير في مكان ما لازم اكتب بالضبط الفيلد اللي انا روحته ده كان فين. الداتا كولكشن بروتوكول انا لميت الداتا بتاعتي ازاي. الداتا اناليسيس تكنيكس وستاتيستيكال سوفت وير لازم تعرف الستاتيستيكس بتاعتك اتعملت على انهي اديشن من السوفت وير بتاعها ولازم يتكتب. مهم ده. اي كمبيوتر بروجرامز انا استخدمتها بالذات لو كانت جزء من السوفت وير بتاع جهاز وديسكريبشن اوف اني اكويبمنت اند اتس يوز انا استخدمتها. من الاخر كده اتس ريسيبي. ريسيبي يعني اللي هي وصفه الطبيخ. يبقى لازم انا لما اوصف الريسيبي شيف اي حد لما يوصف الريسيبي لما تعملها الست القاعده في البيت لما يعملها شيف تاني في ريستوران لما يعملها زميله لما تعملها لجنه التحكيم عليه في الاخر كلهم يطلعوا نفس المنتج. فلازم المواصفات تبقى بالدقة زي بالظبط الريسيبي اللي هي بيعملوها بالأكل. تقول له 20 جرام دقيق و30 جرام ما عرفش ايه وهسخن الفرن قد ايه وهسيبها فيه قد ايه وهشيلها بعد قد ايه وبص على ايه واتأكد ازاي. انها تفاصيل بهذه الدقة. لازم تبقى رسالة واصلة ودقيقة. لانه هو لو جاي يعمل البروسيجر اللي حضرتك كاتبه في الماتيريالز الميثودز وطلع منتج مختلف مش هيجي في باله ان حضرتك اخفقت في الكتابة.
هيفترض افتراض مش كويس ان الحاجه دي ما كانتش تمت بشكل امين. خلي بال حضراتكم ان احنا بننشر من دوله من دول العالم الثالث، ودوله لسه ملهاش مكان قوي في النشر العالمي، فدايما بيحطوا الفكره دي قبل فكره ان هي كانت خطا في الكتابه. يقول لك لا ده ما اتعملش، دي فابريكيت، دي حاجه اتحطت كده وهي ما خلصتش كده. فمهم قوي ان احنا نوصف بتفصيل دقيق، لو الان احطها او ما احطهاش حطها وهو يقول لك شيلها. After you write it, ask yourself the following: could another scientist follow my words in this part of my paper and perform the same experiment with the same results? وعايز اتاكد، اديها لواحد زميلك بنفس درجه العلم وقول له اقراها. قول له لو انت مشيت على الخطوات دي مفهومه ولا في حاجه حاسس انها وقعت؟ ساعات احنا بننتقل من حته لحته من كتر ما احنا اتعودنا على التكنيك، لقينا كتبنا حاجه وبعدين نقلنا على ورا نطينا على طول. فلو حد تاني راجعها ورانا يقول لا مش مفهومه كده، في حاجه ناقص، عايزين نرجع تاني ونعملها، فنرجع نصححها تاني. Remember لو في ethical permission هيتاخد من لجنة الأتكس، سواء بقى في كلية أو في مركز بحثي أو في أي حتة، لازم يتكتب. لو العيان في consent بنكتبه إن إحنا خدنا، لو عمل على أي عيانين على بشر أو على حيوانات لازم بيبقى في ethical considerations بتتكتب وبتتحط. لو بني أدمين لازم ناخد consent، يا إما written يا إما oral. لو طفل لازم يبقى في حضور adult، ولو عيان مش fully oriented لازم يبقى في حضور حد من عيلته معاه. وتكتب حضرتك كده من غير الأثيكال بيرميشن ده يبقى فيه مشكلة أثيكال في ريسيرش، حتى لو هو سليم هيبقى عندك مشكلة في نشره. طيب احنا كده اتكلمنا عن ثلاث حاجات بتوع لكتش نمبر 1 بسرعة. ايه جنرال رولز المانوسكريبت رايتنج؟ نخلي بالنا من ايه. The best English in science is the shortest way, fewest possible words, simple short sentences instead of complex long sentences. طيب لو انا هبعت مجلة معينة عشان انشر فيها، وهتعرفوا بعد كده يا دكتور اسامه هنختارها ازاي، قررت على مجله معينه، طب انا اعرف ازاي هم عايزيني اكتب ازاي؟ في رول مهم قوي، سيف اند برنت. انستراكشنز بتاعه الاوثر سيف على الكمبيوتر بتاعك وبرنت، ولازم برنت ولازم ورق قدامك عشان كل ما تكتب ترجع تراجع عليه عشان ما تبعدش عنه، لان كل مجله بيبقى لها نظام، بيبقى لها طريقه في الكتاب. يوز ليتل اليمنتس سوتش از ابريفيشنز والهايفنز. ابريفيشنز اللي هي الاختصارات، والهايفنز اللي هي زي الكومز كده اللي بتبقى فوق، النمبرز اللي هي الارقام، الكابيتلز اكيوريتلي اند كونسيستنتلي، يعني الحاجه اللي هتستخدمها مره استخدمها على طول، يعني خلاص انت هتسيب مثلا في اول الباراجراف سطرين وتبدا يبقى في كل الباراجرافات كده، هتسيب بين الباراجراف والتاني سطر يبقى كلهم زي بعض سطر، هتستخدم ابريفيشن معين لحاجه معينه من غير النقط يبقى دايما من غير نقط، يعني هكتب مثلا دي ان ايه مش هحط نقطه في النص يبقى دايما من غير نقطه في النص. Whatever you do consistently من الاول لاخر يبقى زي ما هو. Reading your work aloud and slowly will often call your attention to unnoticed mistakes. Where to start؟ طب ابدا منين؟ فاكرين احنا قلنا المانوسكريبت رايتنج ده بيبتدي بعد ما تكون خلصت الشغل وكل حاجه جنبك وهنبتدي نكتب؟ ابدا من انهي حته؟ ابدا بالايم ولا بالتايتل ولا بالديسكشن؟ ابدا منين؟ ايه رايكم نبدا منين؟ من الريزلتس، من الايم، من الانترودكشن. الناس اللي ورا هتبدا منين؟ هتبداوا منين؟ هنكتب منين؟ بالنوليدج جاب، يعني تقريبا الايم بتاعنا اللي بين اللي احنا عندنا واللي احنا عايزينه، مش كده؟ ايه تاني؟ هلاقونا ها؟ اي فوتس تانيه؟ اتفضلي كمان. بريفيوس ستاديز، انترودكشن، ها؟ تحرين طبعا تبداوا زي ما انتوا عايزين، بس انا هقول لكم الليترتشر بتقول ايه. اسهل حته تبدا منها الماتيريالز اند ميثودز، لان هي حضرتك اللي عملتها وعارف السيكونس بتاعها ماشي ازاي، فتكتبها الاول. انا عملت 1 2 3 4 ده شيء مش هيتغير، اللي وراه على طول الريزلتس ان هي بتنبني عليها، كل حاجه عملتها هنا طلعت لها نتيجه فبحط نتيجه وراها على طول، وراها الدسكشن لاني همشي في الدسكشن على نفس ترتيب الريزلتس. اخر حاجه بعملها الانترودكشن والابستراكت والتايتل. ليه؟ لانهم احيانا بيتغيروا نتيجه للنتائج بتاعتي. يعني انا كنت طالع بايه ان انا ادور على السايد افكتس بتاعه الكافيين في المايس، كويس، وانا بشتغل لقيت ان التريمرز فيه فيري انترستنج، رحت سايب الباقي كله ومركز على التريمرز انواعها ايه وشكلها ايه وبتحصل ازاي. يبقى انا غيرت الايم بتاعي، انا ما عادش الايم بتاعي الواسع اللي كان في الاول، انا ضيقته على حته واحده معينه حلوه في الموضوع، فبالتالي ابتدي اخش اعمل ناروينج عليها واغير الانترودكشن بيزد على اللي انا غيرته في الايم بتاعي. استخدم اني verb tense، present ولا past؟ الباست دول اكيد الايم والميثودولوجي والريزلتس، استخدم الباست tense.
الـ present tense في introduction و discussion و conclusion أو لا، أو لا حسب طريقة الصياغة بتاعت حضرتك. يا آخر حاجة هنعملها وبعدين هنوقف خمس دقايق ونرجع نكمل في lecture 2. active or passive، عارفين الفرق بين الactive والpassive؟ الactive اللي هو في first person اللي هو المبني للمعلوم، يعني I did this أو we saw that. الباسيف اللي هو المبني للمجهول، it was done it was found. احنا تربينا كلنا على ان الادب في العلم انك ما تقولش I، صح مش كده؟ I ليه بقى؟ احنا نقول it was done it was found the result show، مبنيه للمجهول. الجديد بقى ان هما دلوقتي بدأوا يميلوا اكتر ان احنا نستخدم الاكتف تنس، نستخدم I وwe لانها اسهل في الصياغة ابسط في الكلام. يعني بدل ما نقول after analyzing the sample the plants were measured daily نقول we measured the plants daily after analyzing the sample. خلاص احنا نقف كده ناخد خمس دقايق بريك وبعدين نبدأ المحاضرة التانية. لو تحبوا نرد على اي اسئلة دلوقتي، لو عايزين نجمعهم في الاخر زي ما تحبوا. اتفضل يا فندم. اتفضل حتى بس ممكن ننور، انا خاف ننور الخمس دقايق دول. حاضر يا فندم، ثانية ننور بس النور بس نصور. بالنسبه للورد كاونت ال 300 وورد، الحاجات اللي زي الاين والات الكلام ده بتخش في الكاونت ولا مش كل حاجه مكتوبه بتخش؟ عشان كده بقول لحضراتكم اللي يعدها السوفت وير ما قالها. لا ما انا فهمت كده، بس انا قلت عشان لما اجي اعمل الموديفيكيشن ابقى عارف ايه اللي ممكن اشيله وايه اللي ما ينفعش. كل حاجه بتخش، كل حاجه مكتوبه هو الكمبيوتر متعود يعد ازاي، فهو بيعد لحضرتك على طول. اتفضل يا فندم. طيب التايب 2 دايابيتس بالذات ده حاجه انترناشونال، يعني الناس كلها عارفه الدنيا ماشيه ازاي، فبيكتب 2 نمبر عادي، نمبر انجلش مش نمبر رومان، يعني مش حاطين جنب بعض وفوقهم داش، بيكتب نمبر عادي، ده حاجه انترناشونال معروف، فده هنمشيه كده هنكتبه. لكن لو حضرتك بتكتب في التايتل رقم تاني، رقم اي حاجه فاليو مثلا موجوده، تكتبه حروف ما تكتبوش ارقام خالص الا اذا كان جزء من ديفينيشن. اتفضل يا فندم. سوفت وير لازم يبقى لايسنسد. بس هو هيعرف ازاي او هيسالك ازاي؟ لا يا فندم، ما بيسالش حضرتك على حاجه زي كده الا اذا حاجه قلقته، يعني لو بتستخدم حاجه هو عارف انها ما نزلتش في الميدل ايست، او بتستخدم حاجه جاب يعني قلق من حاجه ماشي على حضرتك قلته طلع فيها حاجه، هيدور او هيسالك. لكن اكشلي لا، هو العادي ان احنا لا بنقوله ولا بنسلمه. لا مش هنسأل الانيمال، هنسأل البني ادمين، كونسنت للبني ادمين، البني ادمين للادلتس، ولو كان حد كوماتوز او تعبان او تشايلد بناخد كونسنت من اهله. لكن في حاجه اسمها ethical permission من لجنه الاثكس، اللي انا بعمله على الانيمالز ده حاجه ما فيهاش ابيوز للانيمال، يعني ان انا الاكسبيرمنت دي رايحه في حته مفيده للبني ادمين في الاخر، او ده ستادي هتطلع عائد في الاخر، مش انا بعمل مثلا البين ترايلز على الانيمالز بمزاجي قاعد عمال شكشك فيهم عشان اشوف هم موجوعين ولا لا من غير حاجه. هو بيعمل دي عشان يتاكد ان احنا ما عملناش ابيوز للانيمال، مش عشان ياخد الكونسنت بتاع الانيمال. ايه تاني؟ استاذ حضرتك بس ثانيه. اتفضل يا فندم. لو في سيرفي او حاجه زي كده ازاي اخد البروشن لكل واحد هعمله؟ بيبقى جزء من السيرفي بتكتبها فوق او في الاخر، ان حضرتك توافق على استخدام البيانات الاتيه في كذا، وان انا في احتمال انشرها بره، لان في ناس ممكن تقول لك انا موافق اقول لك البيانات دي بس ما تنشرهاش بره، دي بيانات انا مش عايزه تطلع بره مصر مثلا. لازم تبقى الداتا دي عندك، لازم تبقى، الا لو كانت هي سيرفي انت قايل للناس ان مش مهم ان هو يكتب اسمه فور سيكريس، يعني مثلا هتساله على حاجه رايه في حاجه وعايزه يبقى صريح فمش هتحط اسمه. لكن كل واحد من اللي هم بيملوا السيرفي لو حضرتك هتنشرها بره بتكتب زي كونسنت فورم صغير قوي تحت وبتمضيه عليه. لو كان اجنورنت، يعني ممكن تكون بتعمل الموضوع ده مثلا في حته ارياف وما بيعرفوش يقروا ويكتبوا اصلا، بتعملها اورال وبتكتب انا اخذت اورال كونسنت لان الناس دي الليترت ما تعرفش تقرا وتكتب. اتفضل. دي بتبقى ابنديسيز، دي لو اتطلبت، يعني ابندكس يعني حاجه مرفقه، لو اتطلبت يعني حاجه ما بتطرحهاش.
لا الستراكشر بتاعه الكويشنير نفسها ممكن تحط منها لو هي حاجه صغيره قوي مثلا صوره في البيشنتس اند ميثودز اه لكن الاصل ان هي ابندكس بيتحط ورق بايه فندم الباستنس على اساس ان هي تمت خلاص ده وقت النشر مش البروتوكول امبارح البروتوكول عملتوها فيوتشر اي ويل النهارده احنا بننشر خلصنا خلاص فهتبقى باست اتفضل يا فندم ترتيب الاسماء عشان ما يحصلش مشاكل بالتجربه المشاكل بتبقى جامده قوي بتبقوا عارفين يعني هو بيبقى عاده الشغل في مجال واحد وفي ناس تانية بتضيف له او بتكمل على شغله بس بيبقى الكور في اتجاه حد معين او زي ما قلت لحضراتكم حد سينيور وعايزين تتفقوا عليه من الاول اتفضلي كل كلية كل جامعة بالذات كليات الطب طبعا كلها بيبقى في حاجة اسمها الأثيكال كوميتي بتتعرض لكل الريسيرشز اللي حضرتك بتعمليها بتقدمي كوبي وتقولي لهم ادوني كونسنت ان انتم موافقين عشان اكتب افتر ابروفل اوف ذا أثيكال كوميتي اوف طب عين شمس طب القاهرة طب طنطا اي طب فيهم الابريفيشن للبوليو البوليو عندنا احنا متعودين عليه فنكتب له معين لكن البوليو ده مش موجود في حته ثانيه في العالم اصلا فهم نسيوه فساعتها هكتب بوليو مايلايتس لو الدوله دي ما عندهاش هيباتايتس خالص مش كومن اكتب هيباتايتس تايب سي لكن لو دي مجله مصريه او ميدل ايست متعودين على الهيباتايتس ده يعني زي اسمنا الوسطاني كده فنكتبه بقى ابريفيشن ده هيبقى حاجه اكسبتد هناخد 1 مينيت بريك بعد اذن حضراتكم نكمل ونكمل الاسئله معانا Thank you.